الحمد لله، الحمد لله الذي جعل لكل شيء سببا وأجرى المسببات على أسبابها، فمن جد وجد ومن اجتهد نجح ومن ضاع حصد ومن لم يجتهد لم ينجح ومن لم يزرع فمن أين له أن يحصد. سنة الله في الذين خلوا من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا. أحمدك اللهم حمدا يليق بجلالك، وأثني عليك ثناء يليق بعظمتك، وأشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أيا من كلما نودي أجابا، ومن بجلاله ينشي السحابا، ويا من رد يوسف بعد بعد وكان أبوه ينتحب انتحابا، وكلم في الدجى موسى بلطف كلاما ثم ألهمه الخطابا، ويا من خص أحمد واصطفاه وأعطاه الرسالة والكتابا، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أنزلته في كتبك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل مصرنا أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد العالمين، وأن ترزقنا حسن الفهم، وأن تهيئ لنا من أمرنا رشدا. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله نصح الأمة وكشف الله به الغمة، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين، وبعد. فإن لله عز وجل سننا كونية لا تتخلف ولا تتبدل، ولن تجد لسنة الله تبديلا. ومن هذه السنن الكونية سنة إجراء المسببات على الأسباب. ونلخص حديثنا في ذلك في ثلاث نقاط. الأولى هي أهمية الأخذ بالأسباب، والثانية المفهوم الصحيح للأخذ بالأسباب، والثالثة هي العلاقة بين الأخذ بالأسباب وحسن التوكل على الله عز وجل. أما عن الأولى وهي حتمية الأخذ بالأسباب، فيقول الحق سبحانه: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، سهلة هينة منبسطة، فامشوا في مناكبها، خذوا بالأسباب وكلوا من رزقه. فرتب الأكل من رزق الله على السعي والمشي والأخذ بالأسباب، وإليه النشور. وسأل أحد الصحابة نبينا صلى الله عليه وسلم عن ناقته: يا رسول الله، أطلقها، أي أتركها بلا قيد وأتوكل، أو أعقلها وأتوكل؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اعقلها وتوكل. ومعنى ذلك خذ بالأسباب وتوكل على الله. وكان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: لا يقعدن أحدكم عن طلب الرزق ويقول:
اللهم ارزقني. وقد علمتم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. ومر على قوم لا يعملون فقال لهم: من أنتم؟ قالوا: نحن المتوكلون. فقال لهم: بل أنتم المتكلون. وفرق بين المتوكل الذي يأخذ بالأسباب ويفوض النتائج لله، وبين الاتكالي الذي لا يعمل كالطالب الذي لا يجد ولا يجتهد ولا يذاكر، ثم يأتي ليلة الامتحان فيطلب من أمه الدعاء، فماذا يجدي الدعاء لمهمل؟ وقد اقتضت سنة الله أنه يعطي من يجتهد ومن يعمل، سواء أكان مسلما أم غير مسلم، مؤمنا أم غير مؤمن، ولا يعطي من قص أو أهمل، وإن ادعى ألف ادعاء كذبا وزورا أنه يفهم الإسلام، لأنه لو فهم الإسلام فهما حقيقيا لأخذ بالأسباب. قال لهم سيدنا عمر: أنتم المتكلون. المتوكل هو الذي يلقي حبة في الأرض يزرع ويأخذ بالأسباب ويقول ثم يتوكل على الله عز وجل. وكان الإمام علي رضي الله عنه يقول: لحمل الصخر من قمم الجبال، لحمل الصخر من قمم الجبال أحب إلي من منن الرجال. يقول الناس لي في الكسب عيب، فقلت العيب في ذل السؤال. يقول الناس لي في الكسب عيب، فقلت العيب في ذل السؤال. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: لو توكلتم على الله حق التوكل، أي التوكل الصحيح الواعي، لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، تذهب جائعة وتعود شبعة، لكنها لا تجلس في أماكنها. الطير تأخذ بالأسباب، تسعى وتبحث عن رزقها، تغدو تبكر من الغدو وهو التبكير لتطلب رزقها، وتعود في آخر يومها بما رزقها الله به. ألم تر أن الله قال لمريم: وهزي إليك الجذع تساقط الرطب. مريم عليها السلام كانت نفساء، امرأة في حالة مخاض ضعيفة. لو طلبت من أحدكم أو من مجموعة منكم أن يهزوا نخلة أو جذع نخلة، لقالوا: ماذا تصنع أنت يا رجل يا قوي يا فتي في هز نخلة قوية شامخة؟ ومع ذلك كان الله عز وجل قادرا على أن يؤتي مريم رزقها على طبق من ذهب، كما كان يجد سيدنا زكريا أن لك هذا، كانت تقول هو من عند الله. لكنه يعلمنا أن نأخذ بالأسباب. ألم تر أن الله قال لمريم، وأي في حالة النفاس والمخاض والولادة، ألم تر أن الله قال لمريم: وهزي إليك الجزعة تساقط الرطب. ولو شاء أن تجنيه من غير هزة جنته، ولكن كل شيء له سبب. خذ بالأسباب يوفق الله للنتائج. كان هناك رجل خرج لتجارة، ثم دخل بستانا ليستريح فيه بعض الوقت، فوجد شيئا لفت نظره. وجد طائرا كثيرا ضعيفا مهيض الجناح، أي مكسور الجناح. فأخذ يتأمل وقال: أن لهذا الطائر أن يحصل رزقه وطعامه وشرابه. وبينما هو على هذه الحال، إذا بطائر آخر صحيح قوي فتي يأتي بطعام فيضعه أمام هذا الطائر الكثير مهيض الجناح. قال: فعلمت أن رزقي سوف يأتيني أين كنت أو أنا كنت،
فذهب يتحدث مع صديقه، قال له حدث كذا فعلمت أن رزقي سيأتيني. قال له ولكني أقول لك، كيف رضيت لنفسك، كيف رضيت لنفسك أن تكون الطائرة الضعيفة المسكين الكسير الكسيح مهيض الجناح، ولم ترض لنفسك أن تكون الطائرة الآخر القوي الفتي الذي يسعى على نفسه وعلى بني جنسه من الضعفاء؟ نبينا يقول اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي العاملة المعطية القوية، واليد السفلى هي اليد الآخذة. نبيك يريد لك أن تكون صاحب اليد العليا، فكيف يرضى عاقل فاهم لدينه أن يكون اليد السفلى إن استطاع أن يكون العليا؟ وقد قالوا أحسن إلى من شئت تكن أميره، واستغن عن من شئت تكن نظيره. ديننا دين القوة، وهذه النقطة الثانية حيث يقول الحق سبحانه وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وما هنا عند اللغويين هي ما الغائية، أقصى درجات القوة وأعلى درجات القوة. والقوة جاءت نكرة لتفيد العموم والشمول، فالزراعة قوة، واستصلاح الأراضي قوة، وتطوير الصناعات قوة، وإتقان الصناعات قوة، واستخراج المعادن والبحث عن البترول والتنقيب عن الغاز قوة، واستخراج الغاز قوة، واستخراج البترول قوة، وإطلاق طيبة واحد القمر الصناعي المصري قوة، إطلاق الأقمار الصناعية قوة، وتعبيد الطرق قوة، وإقامة البنى التحتية قوة، والمشروعات القومية قوة. ومن هنا نستطيع أن نقول باطمئنان إنما تقوم به الدولة المصرية في وقتنا الراهن هو عين الأخذ بالأسباب، بل هو التطبيق العملي الواعي الفاهم لحقيقة الأخذ بالأسباب. إعداد الجيوش قوة، تسليح الجيوش قوة، ولا أمان لوطن ما لم يكن له جيش قوي، ما لم يكن له درع وسيف. ومن هنا جاء في تكملة الآية ذكر الخاص بعد العام ومن رباط الخيل. كانت القوة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الخيل والسيف والضروع، وتغيرت الآن فصارت في الطائرات والدبابات والمدرعات والفرقاطات والغواصات وسائر أنواع التسليح العصري التي تعد قوة. ثم يأتي قول الله تعالى وما تنفقوا من شيء في سبيل الله بعد هذه الجملة يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون، تأكيدا على أن ما ينفق على إعداد الجيوش وقوة الجيوش وتدريب الجيوش هو في أعلى درجات وأعلى أوجه الإنفاق في سبيل الله، حتى أن بعض الفقهاء حصر سهم في سبيل الله في إعداد الجيوش وتجهيزها وقوتها، لأنه لا أمان لوطن ولا قوة لوطن بدون جيش قوي يحمي هذا الوطن ويحافظ على مكتسباته. ونختم هذه الخطبة الأولى بالتأكيد على أن الأخذ بأقصى الأسباب هو من صميم الدين. فديننا فن صناعة الحياة لا فن صناعة الموت. وقد قالوا لن يحترم الناس دينك، افهم هذه الجملة جيدا، لن يحترم الناس دينك ما لم تتفوق في أمر دنياك. فإن تفوقت في أمر دنياك احترم الناس دينك ودنياك. وهذا ما يعرف بالجهاد البنائي،
معركة البناء هي الأصعب. الجهاد البنائي هو الذي تبنى به الدول، هو الذي به تستصلح الأراضي وتتقن الصناعات وتقام المشروعات، وليس جهاد الهدم الذي تقوم به الجماعات الضالة والجماعات الإرهابية ومن يعملون ضد دينهم وضد أوطانهم. فالإسلام دين البناء وليس دين الهدم، فكل ما يأخذك إلى البناء والتعمير وعمارة الكون وصناعة الحضارة وقوة الدولة يأخذك إلى صحيح الأديان، وكل من يأخذك أو يدعوك إلى الهدم أو التخريب يأخذك إلى الفساد والإفساد. وديننا دين البناء ودين العمران ودين الأخذ بالأسباب. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن الفهم. توبوا إلى الله واستغفروه. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على الأخذ بالأسباب وعلى بناء أوطاننا بقوة إيماننا وقوة سواعدنا، إنه ولي ذلك والقاضي عليه. توبوا إلى الله واسألوه العفو والعافية. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. إخوة الإسلام، نؤكد أن سنة الله الكونية اقتضت أن يعطي من يعمل لا من يهمل، وخير الناس من يأكل من عمل يده. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم من يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده، وفي رواية كان لا يأكل إلا من عمل يده. لماذا خص نبينا صلى الله عليه وسلم سيدنا داود بذلك من دون سائر الأنبياء والمرسلين؟ ذلك لأن داود عليه السلام كان ملكا رسولا، كان ملكا رسولا، فكان عنده من الملك ما يغنيه عن العمل، وما يؤكد أنه كان لا يعمل لحاجة إلى الطعام أو الشراب أو المال، وإنما كان يعمل لشرف العمل وعز العمل، وأن خير الكسب ما كان من كد وعرق وتعب وعمل ونصب. فالعمل ليس للفقراء فقط، إنما هو للأغنياء قبل الفقراء. وهناك ما يعرف بأمراض عدم الحركة التي تصيب الذين يتكاسلون ولا يعملون. فالعمل ليس للحاجة وليس للفقر، العمل لشرف العمل وعز العمل ونهضة الأمم، سواء كنت أنت في حاجة إلى المال أم لم تكن في حاجة إليه. فقد ضرب لنا نبينا صلى الله عليه وسلم المثل بنبي الله داود الذي كان ملكا رسولا وكان يعمل لعز العمل وشرف كسب الإنسان لقوته من عمل يده. أختم بأمر يسير: التوكل الحقيقي أن تأخذ بأقصى الأسباب ثم تسلم بالنتائج كيف جاءت لله عز وجل، حتى لو جاءت النتائج على غير مرادك. قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض القوم بالنعم، فعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. عليك أن تأخذ بالأسباب ثم تفوض أمر النتائج إلى الله عز وجل. الفرق بين المؤمن وغير المؤمن أن غير المؤمن يظن أن الأسباب تؤدي إلى المسببات أو إلى النتائج بطبيعتها، كما قال قارون: إنما أوتيته على علم عندي فخسفنا به وبداره الأرض. المؤمن يعلم أن أمر الأسباب إلى الله، يعملها إذا أراد ويعطلها إذا أراد،
ويجري المسببات على الأسباب إذا أراد، ويجري المسببات بلا أسباب إذا أراد. فالنار سبب للإحراق، ولكن إذا أراد الله لها ألا تحرق عطلها عن خاصية الإحراق، أو عطل خاصية الإحراق فيها، كما قال سبحانه: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. الأم إذا خافت على ابنها أبعدته عن الماء، ورب العزة يقول لأم موسى: فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إن ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وإذا العناية لاحظتك عيونها نم، فالمخاوف كلهن أمان، وإن لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. وإن لم يكن عون من الله للفتى، فإياك أن تختل بعلمك أو بمالك أو بولدك أو بجاهك أو بسلطانك. وقد قالوا: من اعتمد على ماله قل، ومن اعتمد على علمه ضل، ومن اعتمد على سلطانه ذل، ومن اعتمد على عقله اختل، ومن اعتمد على الناس مل، ومن اعتمد على الله فلا قل ولا زل ولا ضل ولا مل ولا اختل. وإذا كان الله معك فلا عليك بعد ذلك بمن عليك ومن معك. أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ ويخوفونك بالذين من دونه، ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يهد الله فما له من مضل. أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ ويقول سبحانه: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، ولو اجتمعت الدنيا كلها عليك. ولذلك نحن في مصر آمنون مطمئنون واثقون في الله، ولو اجتمعت الدنيا من أطرافها، لأننا لا نبغي ولا نعتدي ولا نجور، نأخذ بأسباب عمارة الكون، نريد السلام لأنفسنا وللعالم كله، ثم نفوض أمرنا إلى الله، ونحن واثقون أننا ما دمنا نسير على هذا الدرب فإن الله لن يخذلنا أبدا، ولن يمكن منا إن شاء الله عدوا. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. الذين يحاولون أن يعطلوننا أو أن يسنون عن عجلة التقدم والنمو لن يمكنوا، لأننا إن اعتصمنا بالله واعتمدنا عليه ووثقنا به وأخذنا بأسباب الحياة الصحيحة فالأمر إليه. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له. الذي علينا أمران: أن نمضي قدما في الأخذ بالأسباب، وألا نغتر لا بعلمنا ولا بقوتنا ولا بأنفسنا، فمع الأخذ بالأسباب نحسن الرجوع إلى الله، ونحسن الاعتماد عليه، وندرك أن أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يا من أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، من أراد أمننا أو مصرنا أو رزقنا بسوء فاردد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل العاقبة عليه لا له،
واجعل مصرنا أمنا أمانا سخاء رخاء، واجعل رزق أهلها رغدا من السحر والبحر والبر والجبل يا رب العالمين، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم لا تجعل فينا ولا لنا ولا بيننا مريضا إلا شفيته، اللهم لا تجعل فينا ولا لنا ولا بيننا مريضا إلا شفيته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مدينا إلا سددت عنه. اللهم من أقام هذا الصرح ابتغاء مرضاتك ورغبة في رضاك اجزه بنيته خيرا. اللهم من بنى ومن أسهم ومن شارك ومن يسر وكل من أسهم في عمارة بيتك التي هي عمارة للكون بخير، فاجعل أمره مقبولا وجازه بما قدم في الدنيا والآخرة، ويسر عليه أمره وعوضه خيرا في الدنيا والآخرة، واخلف عليه خيرا في ماله وأهله وولده يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. ويا عبد الله أقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.